يعالجني مستأصل الحنجرة ويخرج مخاط كثير بصفة مستمرة، هل في حل لذلك؟ شرب الماء بكثرة من أكثر الأشياء إذابة للبلغم، الماء العادي بتاعنا خالص من الأشياء الطيبة جدا في إذابة البلغم، في الكحة، في أدوار البرد في هذه الحالة، وأيضا العرقسوس من الأشياء، ولكن يشرب ساخن من الأشياء المذيبة للبلغم. الرسالة التالية: وضعت من شهور وعندي عدم بصيرة.